الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل. ونقل مباراة كرة السلة ما بين النادي الأهلي ونادي الجيش في الدور التمهيدي لبطولة منطقة القاهرة لموسم 2020، ودي المباراة الثانية للنادي الأهلي في بداية هذه البطولة. عشان أسئلة كتير اللي سألوها لنا الناس سواء على السوشيال ميديا أو في أي حتة، يعني يتصلوا بينا ويكلمونا ايه نظام البطولة. البطولة يا جماعة مقسمة الى مجموعتين، هي المجموعة اللي حضراتكم بننقلها لحضراتكم هي مجموعة النادي الاهلي اللي بيتكون فيها النادي الاهلي ونادي الاتصالات والجيش والقاهرة ومصر البترول، والمجموعة التانية هي الجزيرة والشمس والتأمين والكهرباء. وهيبقى نظام البطولة كالآتي: الأول هنا والأول هنا هيتأهل للسيمي فاينل، أما التاني والتالت من كل مجموعة فيلعبوا بنظام الكروس ويتقابلوا في السيمي فاينل مع الأول من أول المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية يوم 19 يوم 22/9، والنهائي إن شاء الله يوم 25/9. ده نظام البطولة للجماهير اللي كانت بتسأل على نظام البطولة. ونبدأ دلوقتي بسم الله تشكيل الفرقتين. النادي الأهلي النهاردة بيدفع بوجوه جديدة: كريم حاتم رقم 5، بودي حسام رقم 1، الجمال رقم 9، عبد الله ناصر في أول مشاركة ليه رقم 34، مؤمن طارق خيري رقم 41، عمرو علاء 0، أبو النصر 23، مالك أبو الفتوح 15، مروان سرحان 6، وسيف صلاح 32، وسيف سمير 8، ويوسف حامد رقم 3، القيادة الفنية أوجستي بوش، أحمد الجرحي، رامي الدياستي، والقيصر طارق الغنام. أما نادي الجيش النهارده فالتشكيل الفني او تشكيل اللاعبين: محمد فؤاد رقم 8، محمد منصور رقم 7، هادي اسامه رقم 9، معتز مشعل 10، زياد دهشان 24، ابراهيم هشام 77، القوصي 14، عاصم قاسم 5، محمد عزت 4، احمد علي 15، محمود رمضان 13، واخيرا شريف الدياستي رقم 65. القاده الفنيه للكابتن طارق خيري واحمد الجزار واسلام علي. خماسي الاهلي اللي بادئ قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي هو ابراهيم الجمال ومروان سرحان، عمرو علاء، سيف سمير، بودي حسام. اما خماسي نادي الجيش فيتكون من شريف الدياصي رقم 65، وابراهيم هشام رقم 77، احمد علي برغوثه رقم 15، ومحمد الوصي رقم 14، والخامس هو هادي اسامه. لا مش هادي اسامه، انا كنت متوقع هادي اسامه. هنقول لكم دلوقتي، هو نازل دلوقتي قدامنا وهنقول لكم عليه. حكام المباراه: كابتن وائل صبحي، كابتن ايه خالد، كابتن تامر يحيى. على بركه الله ثواني ونبدا احداث المباراه. الجان بول وهي رميه القفز الاولى، وتعليمات من كابتن وائل صبحي الى الفريقين. وبدا الجان بول والحيازه لنادي الجيش. ابراهيم هشام واحد على واحد ووصل واول تراي على الباسكت، لكن ما بينجحش في التسجيل وتصبح الكره اوت سايد لصالح النادي الاهلي. النهارده المباراه الثانيه لمستر اوجستي بوش الاسباني مع النادي الاهلي. ضاغط نادي الجيش من بدايه الملعب، بودي حسام للجمال، الجمال صاحب ال 17 نقطة في المباراة الماضية. بودي حسام لسه بودي، مان تو مان نادي الجيش. ابراهيم الجمال طلع كيك اوت لمروان سرحان، تخبط في ايده وبتطلع اوت سايد على النادي الاهلي. اوت سايد لصالح نادي الجيش. محمد منصور سلم لابراهيم هشام. نادي الاهلي اخر مباراة لعبها مع نادي الجيش الموسم الماضي فاز عليه هنا في هذه الصالة 20 نقطة. ابراهيم هشام لسه من تو من النادي الاهلي. القوصي عايز يسلم لاحمد علي، احمد علي بيلعب واحد على واحد مع سيف، بيلف ويرتكز، سيمي هوك بيمينه ما بيلمش، ما بينجحش عفوا. سيف يطلع هو بالملعب، سيف يجري بملعبه يسلم لبودي حسام، بودي حسام بيشاور على الخطة المتفق عليها من تو من. النادي الاهلي اول مرة يجرب من تو من، بدفاع من تو مان عليه من المباراه الماضيه. وادي سيف سمير وهوك حلو قوي يقص بيه افتتاح المباراه واول نقطتين لصالح النادي الاهلي. ابراهيم هشام من نادي الجيش مع عمرو زهران واحد من نجوم اللي تالقوا في المباراه الماضيه. ابراهيم طلع كيك اوت يعمل للسيل على طول يسلم
لمروان سرحان اللي بتقع منه كده هارد لك يا مروان، وبتروح اوتسايد على النادي الجيش. اوتسايد نادي الجيش، ابراهيم هشام معاه عمرو زهران. هقول لكم برضه على بعض الاحصائيات المباراه الماضيه، لكن في التوقفات اول ما الحق منصور يقف ميديام شوت شوت، نجح في تسجيل نقطتين، اول نقطتين نادي الجيش. بودي حسام جرى على الفص بريك، عمرو علاء لوحده بيقول له اقطع على الباسكت. بودي حسام لسه معاه كوره، عمرو علاء ياخد السكرين من مروان سرحان، منصور معاه، عمرو يسلم لسيف سمير تحت الباسكت، بيلعب واحد على واحد، بيهوش يطلع كيك اوت للجمال، وثلاثات الجمال الاولى، اول ثلاثيه للجمال اللي نجح في تسجيل ثلاث ثلاثيات ورا بعض في ثلاث هجمات المباراه الماضيه. ابراهيم الجمال 5-2، 8 دقائق اعزائي المشاهدين بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الاول. ابراهيم هشام الكيك اوت يخطف في السكه على طول، الجمال لبودي، يجري بودي واحد على واحد، يسلم لسرحان، سيف سمير جرب حظه هو كمان على الثلاثيه ونجح في تسجيل الثلاثيه الثانيه، 30 للنادي الاهلي، 2 3 بوينت الجمال وسيف سمير، 8 الاهلي، 2 الجيش. ابراهيم هشام لسه بيحاول يسلم لبرغوثه، ما بتجيش، تلم تاني برغوثه على السكند شوت تقع منه، يلم بودي حسام ويخطف، يسلم للجمال، جمال ليه عمرو علاء يدي على ملعبه عمرو. مباراة النهارده ممكن يكون عندك نقص عددي كنادي اهلي من بعض اللاعبين الدوليين اللي في مازالوا في طور الراحه، لكن المباراه النهارده هتشهد نديه قويه جدا. وادي عمرو زهران يشوط، جرب حظه ما جاتش، يلم على طول نادي الجيش ابراهيم هشام، لكن هنا في خطا شخصي على عمرو زهران، اوت سايد لصالح نادي الجيش. تغيير في صفوف نادي الجيش، خرج ابراهيم هشام وهينزل هادي اسامه، هادي اسامه هو اللي هينزل بوينت جارد نادي الجيش، واحد من عناصر الخبره في نادي الجيش، كان لاعب واحد ناشئ النادي الاهلي في يوم من الايام. منصور بياخد السكرين من الدياستي لاحمد علي يطلع، وادي هادي ما بينجحش في الشوطه، يلم منصور يقف ويرتكز وبيمينه ويروح، لكن سيف سمير بالمرصاد وياخد الكوره ويطلع على طول لبودي، بودي عايز يجري بالفاست بريك، سلم السيف سمير، سيف لمروان، مروان والهاند اوف مع عمرو، سكرين من مروان سرحان، كيك اوت لسيف سمير، سيف سمير والجمال، الجمال على الثانيه ما بينجحش في التسجيل، مروان لا، لكن السكند شوت هنا عند عمرو علاء وخطا شخصي لصالح عمرو علاء، خطا شخصي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. بودي حسام اللي هيطلع الاوت، يسلم للجمال، سكرين لبودي حسام، بودي حسام وثلاثات بودي حسام، ثلاثاتك يا بودي ما بينجحش في التسجيل، يلم الدياصي على طول، شريف الدياصي للقوصي، قوصي استنى احمد علي اللي قاطع، احمد علي بيرتكز مع سيف سمير، بيلف بيهوش بشماله راح ما بيجيش، يلم سيف سمير يسلم على طول لبودي، بودي حسام يجري بودي ومعاه هادي اسامه لسيف سمير، خد الهاند اوف مع بودي حسام، سكيب باس الناحيه الثانيه لمروان سرحان اللي شاط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول هادي اسامه يطلع لمنصور، منصور يقف ويباصي للقوصي اللي بيهوش، يطلع منصور ثاني على الثلاثه بونت اوبن شوت 3 بوينت رايح ونجح في تسجيل ثلاث نقاط، ثلاث نقاط لنادي الجيش، ده الفرق الى ثلاث نقاط، 8-5، 8 دقائق 30 5 دقائق 30 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مروان سرحان لبودي حسام، مان تو مان نادي الجيش، لبودي حسام تاني، عمرو علاء يهوش يعدي من البيز لاين، ميديام شوت ايربول ما بيجيش، يلم الدياصي على طول اللي بيطلع ليه لسه ما طلعش لحد للقوصي، يسلم لمنصور لكن تخبط في ايد بودي حسام وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الجيش. تغييرين في صفوف نادي الجيش، هينزل ابو النصر ومالك ابو الفتوح بدل من مروان سرحان و عمرو علاء، وبرده في حصل تغيير في صفوف نادي الجيش، خرج احمد علي برغوثه ونزل
عاصم قاسم. عاصم قاسم رقم 5 هو اللي نزل اوتسايد لنادي الجيش. 5 دقائق 3 ثواني عزيزي المشاهد، 8 دقائق 8 8 5 لصالح النادي الاهلي. ملعب متوقف وهنرجع نلعب المباراة على طول. اوتسايد، عاصم قاسم بيحاول كده عشان ياخد بوزيشن، يتسلم للوسي، اوسي لها طريق فاضي بنتريشن، سيمي هوك راح نجح في تسجيل نقطتين وده الفرق الى نقطة لصالح النادي الاهلي. بودي حسام، مباراة قوية النهاردة استمتع بيها عزيزي المشاهد في بدايات سيزون موسم 2020 2021 2022. الجمال بنتريشن، الجمال وصل، الجمال لكن ما نجحش. الجمال يحاول معاه مالك، يسلم على طول الفاست بريك لمنصور، راح منصور، نجح منصور في تسجيل نقطتين واول تقدم لصالح نادي الجيش. 9 8 4 دقائق 25 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مالك ابو الفتوح، ابو النصر لبودي حسام، ميديم شوت بودي ما بينجحش في التسجيل، يلم سيف سمير على السكند شوت تقع منه لكن يلم ابو النصر تاني. بودي حسام للجمال، شاط الجمال، نجح الجمال في تسجيل ثلاثيه الجمال، 3 شاط 3 ثلاثيات ابراهيم الجمال، نجح في تسجيل 2. شريف الدياصي بيحاول 1 على 1 لكن يقف، دور على حد يسلمه، يسلم فعلا عاصم قاسم، لقى الطريق فاضي، اوبن شوت ميديم ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول بودي ليه ابو النصر الجمال، بودي حسام تاني، لسه الكره مع بودي، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. سيف للجمال، لسه الجمال خد السكرين، سلم لسيف، سيف الكيك اوت لملك المفتوح، اخر ثانيتين، شوت يا مالك، شوت يا مالك، شوت يا مالك، خلاص انتهت زمن احداث زمن الهجمه ال 24 ثانيه وتقول الكره وتصبح لصالح نادي الجيش. 11 9 3 دقائق 22 ثانيه، خروج وتغيير بودي حسام ونزول كريم حاتم، واحد من عناصر تحت 16 سنه وبوينت جارد 16 سنه الفائز ببطوله افريقيا المقامه اخيرا في مصر، واحد من اللي كان ليهم عناصر في تتويج المنتخب باللقب. عاصم قاسم يسلم ليه منصور تحت الباسكت، بيلعب 1 على 1، بيلف ويرتكز مع ابو النصر لكن ابو النصر ارتكب معاه خطا شخصي ورميتين حرتين لصالح منصور لاعب نادي الجيش. 11 9 لصالح النادي الاهلي، 3 دقائق 7 ثواني ورميتين حرتين لنادي الجيش. منصور على التنفيذ، نجح في تنفيذ الرميه الحره الاولى وشايف فيه تغيير كده هيحصل في صفوف نادي الجيش. وادي الرميه الحره الثانيه، يلم سيف ما بيرجعش في تسجيل منصور، يطلع على طول لكريم حاتم في اول ظهور ليه مع الدرجه الاولى. كريم مع منصور، لسه كريم مع الكوره والسكرينات بتحصل. ابو النصر تحت الباسكت يسلم لسيف، يحاول يستحوذ عليها سيف لكن وهو بيقطع كده الدياصي يدوس على اللاين وبتطلع اوت سايد عليه. خرج الاوسي ونزل معتز مشعل رقم 10 واوت سايد لصالح الاهلي. كريم حاتم، كريم طلب السكرين من سيف، عدى بالسكرين، طلع لمالك، اخر 5 ثواني، قطع حلو قوي ابو النصر لكن ما نجحش في التسجيل. ابو النصر يطلع على طول معتز مشعل نادي الجيش، معاه الجمال ليه معتز قاسم، هادي اسامه، فاول وخطا شخص تاني على ابو النصر واوتسايد لصالح نادي الجيش. تغييرين في صفوف النادي الاهلي، الجمال يخرج وينزل مكانه مؤمن طارق خيري، وسيف سمير يخرج وينزل مكانه سيف صلاح. مؤمن طارق خيري وتاني ظهور ليه امام والده الكابتن طارق خيري برضه على نفس الملعب في الموسم الماضي، لعب في اخر في لعب الكوارتر الرابع والنهارده بيبدا من في اواخر الكوارتر الاول. منصور من الجيش يقف ويرتكز، يلف ارتكاز خلفي لكن ما بينجحش في التسجيل بعد تراي على الباسكت، يلم كريم حاتم على طول وبيطلع في فاست بريك ليه مالك، مؤمن
راح مؤمن بنتريشن طلع كيك اوت ليه ابو النصر، لكن عايز يبص يعني بص كده بس ما فهمهاش سيف، ما فهمهاش، يلم على طول وتقطع وتروح لنادي الجيش. هادي اسامه الدياصي اوبن شوت 3 بوينت شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم ملك ابو الفتوح ويسلم لكريم حاتم. اخر دقيقه 50 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول، 11 الاهلي 10 الجيش. كريم حاتم، مؤمن طارق، سكرين من سيف، مؤمن لسه معاه الكوره، قلب الناحيه الثانيه لمالك، مالك بنتريشن، مالك عايز يباص الكره لسيف لكن تقطع في السكه ويطلع فص بريك لمعتز مشعل من الجيش اللي بيروح بشماله ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجيش. تقدم ثاني لنادي الجيش 12 11 ودقيقه ونص على انتهاء احداث الكوارتر الاول. لسه كريم حاتم مع الكوره لمؤمن خيري، مؤمن والسكرينات بيهايند باك، لا الطريق فاضي، راح معتز مشعل اعترضه لكن حقق الباسكت كاونت اند 1 لصالح مؤمن خيري. نقطتين لمؤمن خيري يعدل بيهم النتيجه وتقدم النادي الاهلي بفرق نقطه، والاند 1 لمؤمن طارق خيري. دقيقه 18 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مؤمن والاند 1 ما نجحش في التسجيل، مؤمن يلم على طول نادي الجيش. هادي اسامه لمنصور، منصور بيحاول لكن دفاع قوي من النادي الاهلي، عدى عدى هادي، سلم ليه الدياصي اللي بيهوش مالك وبيعدي وبيروح لكن بيعترضوا مالك ابو الفتوح بخطا شخصي وفاول ورميتين حرتين او تو شوتس ل شريف الدياصي. خرج منصور من نادي الجيش ونزل محمد فؤاد كابتن فريق نادي الجيش. اخر دقيقه عزيزي المشاهد في احداث هذا الكوارتر. شريف الدياصي ورميتين حرتين ودي سجل الاولى، نجح في التسجيل الاولى وما نجحش في الثانيه. يلم النادي الاهلي، كريم حاتم لمالك ابو الفتوح لكريم تاني، وقف وشاط 3 بوينت لكن ما نجحش في التسجيل. سيف صلاح بيحاول معاها لكن ما لحقهاش في الاخير محمد ابو النصر. خرج شريف الدياصي ونزل زياد دهشان، 8 محاولات على 3 بوينت للنادي الاهلي، نجح في تسجيل 3 ومحاولتين بس لنادي الجيش نجح في تسجيل واحده. هادي اسامه مع مؤمن خيري يسلم لزياد دهشان، واحد من ناشئين النادي الاهلي. هادي ليه يحاول يعلق كده لزياد لكن ما بينجحش، زياد تولد كده شويه وراحت اوتسايد لصالح نادي الاهلي. 13 13 26 ثانيه على انتهاء احداث هذه الكورته. كريم حاتم عدى كريم مش سايبه هادي، يقع كريم لسه قلة خبرة معلش ولا يهمك كريم. معتز اللي بيروح يحاول لكن ما بيجيش، يطلع على طول ويستلم ابو النصر في اخر 13 ثانية، اعترضه هادي اسامة بخطأ شخصي واوتسايد لصالح النادي الاهلي. 11 ثانية و8 اجزاء من الثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول. يستلم ابو النصر، عدى ابو النصر، هجمة عنترية طلع كيك اوت لكريم حاتم اللي يلحق لمؤمن خيري وتلاتات مؤمن لكن ما بينجحش يلم سيف صلاح. يا سيف ما هيطلع على طول لكن مؤمن يلحقه، يلحق مؤمن خلاص يعني. سيف صلاح اداله الكوره المفروض ان هو يعمل تراي على الباسكت لكن سيف صلاح يبصاله مؤمن ينقذه ويسجل الباسكت في الثانيه الاخيره عشان تصبح النتيجه 15 13 لصالح النادي الاهلي. دقيقتين هي الراحه المقرره. دقيقتين هي الراحة المقررة وأقول لحضراتكم كده سريعا، النادي الأهلي 8 محاولات على الباسكت 3 بوينت، نجح في التسجيل 3 زي ما قلت لكم، محاولتين لنادي الجيش. أعزائي المشاهدين وأدي بداية أحداث الكوارتر الثاني، مؤمن طارق خيري وبيستنى السكرين من سيف صلاح لكن تتقطع منه على طول توصل لنادي الجيش. هادي أسامة اللي بيطلع على طول لمعتز مشعل، هادي لزياد دهشان، نفس خماسي نادي الجيش اللي انتهى بيه في الكوارتر الاول،
معتز مشعل ياخد السكرين يسلم للدهشان، عبد الله ناصر معاه، لكن خطأ شخصي على عبد الله ناصر، اول اخطاء الكوارتر الثاني. افكر حضراتكم بالنتيجه 15 الاهلي 13 الجيش، ده النتيجه اللي انتهت بيها احداث الكوارتر الاول. تغيير وحيد حصل في صفوف النادي الاهلي مع بدايه احداث الكوارتر الثاني، وخروج مالك ياسر ونزول عبد الله ناصر. هادي اسامه اللي وصل، عدى من وسط الاثنين لكن ما حاولش، ما جاتش باسكت، لما على طول عبد الله ناصر اللي بيسلم لابو النصر، لكن معتز مشعل يعترضه بخطا شخصي، واول اخطاء الشخصيه لنادي الجيش. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، ابو النصر يطلع ليه عبد الله ناصر، لابو النصر تاني، لسه الكرة مع ابو النصر، والباك بيفوت ابو النصر يلف ويرتكز، يحاول تراعي الباسكت ما بيجيش، يلم معاه تاني على السكند شوت. وهنا كابتن وائل صبحي بيقول جام بول، وعلى طول الحازه التبادليه لصالح نادي الجيش. لسه النتيجه زي ما هي 15 13. عاصم قاسم مع سيف صلاح، طلع الكيك اوت لفؤاد، فؤاد ليه هادي اسامه اللي طلب سكرين وطلع الكيك اوت لفؤاد، فؤاد تاني وقف لكن سلم زياد تهشان تحت الباسكت، زياد بيلف وبيطلع لعاصم، عاصم اوبن شوت نجح في تسجيل نقطتين، نقطتين كمان لنادي الجيش عشان يعدل النتيجه، تعادل 15 15. كريم حاتم لابو النصر لكريم تاني، لسه كريم معاه الكوره، حاول يطلع الكوره كده توصل لمؤمن طارق، مؤمن يهوش بجسمه ويطلع لكريم اوبن شوت لكن يعتمد عن رايه، وتروح لابو النصر اللي بيرتكب معاه معتز مشعل خطا شخصي على معتز مشعل. كده نتيجه الاخطاء الشخصيه على نادي الجيش 2 وعلى الاهلي 1. بودي حسام، عمرو علاء، ومروان سرحان، الثلاثي اللي هيغير في النادي الاهلي، هيخرج كريم حاتم، هيخرج ابو النصر، وخرج سيف صلاح. عمرو علاء عدى عمرو، هوش حلو قوي، وصل والبنتريشن وسلم لمروان سرحان تحت الباسكت، نجح مروان في تسجيل نقطتين. على طول معتز مشعل يبدا الهجمه مع عمرو، عمرو علاء لعاصم قاسم، حلوه الباصه لزياد دهشان، نجح في تسجيل نقطتين. نادي الجيش عدل النتيجه تاني الى تعادل. بودي حسام، لسه بودي لعمرو علاء، عمرو لمروان، اوبن شوت بودي حسام فاضي على 3 بوينت، نجح في تسجيل 3 نقاط، 3 نقاط لبودي حسام، عبد الرحمن حسام الشهير ببودي حسام. هادي اسامه مع بودي، عدى هادي طلع ليه زياد دهشان اللي قاطع له، دفاع قوي من عبد الله ناصر، عاصم قاسم اتوقف له الشوطه، سلم الهاند اوف من زياد لهادي، شاط هادي 3 بوينت ما بيرجعش التسجيل، عبد الله يلم، برافو عبد الله، والفاست بريك السريع من غير دربلاه، وهجمه نموذجيه، هجمه نموذجيه يا اولاد، هايلين يا اولاد، باص 2 3 4 حط باسكت على طول من غير ما الكره تنزل، دربلاه على الارض، جود جوب يا شباب. تروح الكرة على طول نادي الجيش، قلت لكم هتستمتعوا بالمباراة، ممكن يكون النادي الأهلي عنده رباع المنتخب مش موجود، لكن الشباب موجود بحماسة وغيرتها على فنلة النادي الأهلي، يلم على طول بودي حسام اللي بيجري تاني على الفاست بريك، بيطلب عمرو زهران يعمل الكلير، يسلم لمؤمن، مؤمن شاط، مؤمن نجح، مؤمن سجل 3 نقاط، 3 نقاط لمؤمن طارق خيري، وشكل جديد ببعض التغييرات الهائلة من مستر اوجستي بوش، من 17 17 13 13 15 15 17 17 ل 25 17، 6 دقائق 42 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. Thank you.
اوفر هيل. ذير از وان بوست اب ويز فيدو هير. نرجع لحضراتكم كده بسرعة بعد إحصاءات المباراة اللي فاتت في إحراز النقاط. الجمال 17 نقطة قدر إن هو يسجلهم، عمرو زهران ومؤمن طارق خيري 9 نقاط، مروان سرحان 6 نقاط، سيف سمير وبيبو زهران 5 نقاط، مالك ياسر 4 نقاط، بودي حسام 3 نقاط، وأبو النصر وسيف صلاح ويوسف حامد نقطتين. دي إحصاءات تسجيل المباراة الماضية. لبعض الناس اللي بتسألوا أين يتواجد إبراهيم زهران أو بيبو زهران الشهير ببيبو زهران، بيبو زهران واحد من اللعيبة النهاردة سافرت إلى السنغال لحضور الـ NBA أكاديمي، واحد من اللعيبة اللي اختارها الـ NBA أكاديمي للتدريب معاهم. نتمنى له التوفيق هو وزميله سيف كيدار، لاعب منتخب تحت 16 سنة الفاز ببطولة أفريقيا، ونتمنى للعيبة المصابة يعني بإذن الله ربنا يرجعهم لنا بالسلامة. مودي الجرحي، أحمد مهيب، هقول لكم مين تاني دلوقتي حالا. يعني هم دول المصابين، فنتمنى لهم الرجوع بالسلامة. نرجع بقى للمباراة. ضغط الأهلي من أول ملعب، حصل تغيير في صفوف نادي الجيش دلوقتي هقول لكم عليه. منصور نزل، دياسي هوش حلو، الدياسي قطع له عاصم قاسم يلف ويرتكز يهوش ويطلع كيك اوت ليه فؤاد اللي بيشوط كان ما بيرجعش في التسجيل، يلم على طول بودي حسام اللي يهوش ويطلع، لكن فؤاد يعترضه بخطا شخصي، خطا شخصي على محمد فؤاد كابتن فريق نادي الجيش، وتغيير في صفوف نادي الجيش. خرج عاصم قاسم، نزل خالد الوصي اوتسايد للاهلي. بودي حسام كده بيطالب الحكم ان الملعب يتنشف بس عشان ما حدش يتزحلق. بودي حسام من نادي الاهلي 6 دقائق 15 ثانيه، لا زالت النتيجه 25-17. مروان سرحان عدى، مروان مع معتز مشعل دفاع قوي، عمرو علاء حلو، حلو البنتريشن لعمرو علاء، نقطتين كمان لعمرو علاء يوسع الفرق الى 10 نقاط. محمد يحيى او منصور عدى، سلم للقوصي، القوصي ولاندوف، لكن خطا شخصي على عمرو زهران، خطا شخصي على عمرو زهران لاعب النادي الاهلي. عمرو زهران وابراهيم زهران او بيبو زهران هم اولاد كابتن علاء زهران لاعب النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. وادي خطا شخصي على مؤمن طارق خيري. يعني دايما بأطلق على كابتن عمرو يعني علاء زهران مسميه سكوتي بيبن مصر. يعني واحد من طريقة لعبه شبه سكوتي بيبن لاعب شيكاغو بولز ومنتخب امريكا. وادي 3 بوينت من نادي الجيش، ما بينجحش في التسجيل، يلم الاهلي على طول، فص بريك جميل، وادي حلوه الباصه من مروان سرحان لكن يقرب السكه القوصي وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. الجمال نزل الملعب، خرج مؤمن طارق خيري. عمرو علاء لسه معاه كوره، خد السكرين من عبد الله ناصر. مروان سرحان في البيز لاين يسلم لعبد الله ناصر، يعمل التباديل والتوفيق كده ويغير البوزيشنات، ياخد بوزيشن والميس ماتش حلوه عبد الله، اوصل عبد الله، لكن عبد الله نجح انه ياخد فاول وخطا شخصي من شريف الدياسي. لف حلو وارتكز احلى وقدر ما يخافش، يعني فارق خبره كبير طبعا. شريف الدياسي واحد من اللعيبه الكبيره طبعا، لعب في الانديه، بدا من النادي الاهلي ثم انتقل لانديه عديده اخرهم النهارده نادي الجيش. يعني قدام عبد الله ما خافش، فدي حاجه تحسب. طبعا شريف اخو كابتن رامي الدياسي عضو او مدرب الدرجه الاولى، نجح عبد الله في تسجيل الرميه الحره الاولى. طبعا له تاريخ كبير جدا في الملاعب المصريه. وادي عبد الله نجح ايضا في تسجيل الرميه الحره الثانيه، وسع الفرق الاهلي الى 12 نقطه. لم يسجل نادي الجيش سوى 2 بونت دلوقتي، 4 بونت عفوا. وادي شريف الدياسي
ونقطتين حلوين لشريف دياسر. لسه الكره مع النادي الاهلي. بودي حسام مع منصور، يحاول يخطف منصور لكن بودي يتحكم في الكوره ويسلم على عمرو لبودي تاني ويشوط ما بيجيش. مروان سرحان، معتز مشعل، وخطا شخصي على بودي حسام. خطا شخصي على بودي حسام يديه الفرق الى 10 نقاط. 19 29 4 دقائق 32 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. منصور عدى سلم للوصي، حاول وصي يخترق، يحجز بيمينه ويسجل بشماله. نقطتين لنادي الجيش. بودي حسام عدى بودي مع منصور، عدى مسك الكوره سلم لمروان سرحان، مروان لبودي تاني، ياخد سكرين لمروان سرحان ولاند اوف مع عمرو، سكرين من عبد الله لعمرو، عمرو واحد على واحد، ضاقت المسافه، هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ هيوصل؟ لا نجح في انه ياخد مخالفه المشي بالكره. كابتن تامر يحيى يحتسب على عمرو زهران مخالفه المشي بالكره. تغيير في صفوف النادي الاهلي؟ لا لسه مش هيحصل دلوقتي. محمد يحيى منصور ليه؟ معتز مشعل، الوصي يستلم منصور تاني مع بودي حسام، عدى من بودي طلع للوصي ميديم شوت الوصي ما بينجحش في التسجيل، يلم بودي حسام ويجري على الفصل رجل عمرو زهران وباسكت لعمرو زهران. عمرو زهران الماتش اللي فات أربعة أو خمسة تراي على الباسكت فصل بيك، هو الوحيد اللي بيجري ما شاء الله عليه. منصور ليه؟ الوصي يسلم لفؤاد كابتن فريق نادي الجيش لمعتز مشعل، يخترق معتز يسلم لفؤاد تاني، اخر 10 ثواني في زمن الهجم، فؤاد ومعاه جمال لمعتز مشعل اللي فاضي شوت 3 بوينت ما نجحش في التسجيل، التراي عند مين؟ لكن تخبط في الاوت وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. خرج بودي حسام وعبد الله ناصر، نزل كريم حاتم وسيف سمير كابتن مستر اوجستي. يعني كريم حاتم كان زي ما تقول كده في فتره نزوله الاولى كان مخطوط، لكن بيديله الثقه تاني، مفيش مشكله. 21 31 يعني انا اعتقد، ما اعرفش انا ما عنديش معلومه، لكن مستر اوجستي بيشوف بيديك فرصه واثنين وثلاثه واربعه وبيساندك فيها. ده اللي انا شايفه وده اللي انا حاسه. عامه خلينا في المباراه 3 دقائق 16 ثانيه عزيزي المشاهد، 31 21 اربع اخطاء شخصيه لكل فرقتين. الاهلي شاط 3 3 بوينت، 3 محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل 2، ازل الجيش 3 ما نجحش في تسجيل ولا واحده، ومحاولتين فاول شوتين الاهلي نجح فيهم حتى هذه اللحظه. كريم حاتم اللي بيسلم لعمرو لكن تخبط في ابراهيم هشام اللي نزل دلوقتي، ويوسف حامد واول مشاركه ليه، واحد من عناصر 18 سنه اللي اكتشفها كابتن طاهر رجب كابتننا ونجم الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي. انا بحييه على هذا الاكتشاف بصراحه. كريم حاتم عدى كريم سلم للجمال، الجمال وسكرين مع سيف، لسه الجمال معاه الكوره يسلم لسيف يقطع على طول الدياصي اللي بيطلع لابراهيم هشام، عدى ابراهيم وقف للوصي محمود رمضان اللي لسه نازل معاه يوسف حامد، مندومان النادي الاهلي لسه الفرقتين مندومان، وادي شريف الدياصي و3 بوينت شريف ما بينجحش في التسجيل، بيحاول معاه الاوصي لكن ما يلحقهاش وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. دقيقتين 35 ثانيه لسه 10 نقاط هو الفارق ما بين الاهلي والجيش. كريم حاتم ليوسف حامد لكريم تاني، لا الطريق فاضي، وصل طلع الكيك اوت حلوه للجمال، شاط الجمال ما نجحش الجمال في التسجيل، وقعت عند عمرو زهران لكن هو بيتراي على السكند شوت بيعترضه منصور بخطا شخصي ورميتين حرتين. منصور خرج ومحمد عزت هو اللي نزل. وادي عمرو علاء الرميه الحره الاولى عمرو،
بنجحش في التسجيل. عمرو علاء الرمية الحرة الثانية ينجح في التسجيل. 32-21 إبراهيم هشام. تجربة أنا شايفها قوية من وجهة نظر المتواضع. إبراهيم هشام لسه معاه الكورة، طلع للقوصي، القوصي معاه يوسف حامد. لعزة لسه الكورة معاه، بياخد السكرين، بيعدي وبيشوط. أي لا نجح في تسجيلها على طول. شوت كان اوت اوف بالانس كده، لكن نجح في التسجيل. رس ايده ما شاء الله عليه. كريم حاتم للجمال، لكريم، ليوسف حامد، كريم حاتم تاني، طلب السكرين من سيف، راح له سيف ليوسف، اوبن شوت 3 بوينت، ما نجحش في التسجيل. يحاول عمرو علاء تاني، ما ينجحش. تلتم الكره على طول لنادي الجيش، لكن يقطع الجمال الستيل حلو. يحاول يلعب واحد على واحد، يهوش، يسلم ليوسف حامد، باور ليب بتاع يوسف، يهوش حلو قوي. لكن هنا بقى في صفاره بتقول ايه؟ في صفاره مختلفه، في فاول وفي ووك. في فاول وفي ووك. زي ما قلت لحضرتك، كابتن وائل صبحي قال ووك. كابتن تامر ياحيى كان عارض فاول، وكابتن وائل صبحي كان قايل ووك. محمود رمضان هيطلع الاوت من نادي الجيش، دي 24 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني، إبراهيم هشام بيعدي. ابراهيم خد سكرين من شريف الدياصي، لسه ابراهيم طلع الكيك اوت لعزت اللي هوش وصل وادى للدياصي، حاول يجيب دانك لكن بيعترضوا على طول. سيف ببلوك، ارجع بقى سيف، رجع سيف، لم الكوره، سلم ليوسف، وقعت من ظهره، استلمها كريم حاتم. عمرو زهران بيطالب بالهدوء، يسلم لكريم حاتم تاني. زون ديفنس نادي الجيش، كريم لسه كرة مع كريم للجمال، سكرين من يوسف حمد للجمال، بيقول له انزل. لسه الجمال، اخر خمس ثواني على 24، شاط الجمال ما نجحش في التسجيل، يلم شريف الدياصي على طول، يسلم لابراهيم هشام اللي بيقلب الناحيه الثانيه لعزت، لكن ما بيلحقهاش وبتطلع تخبط في ايده، بتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، وفي تايم اوت. الطلب هنسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. شايف عبد الله ناصر بيجهز دلوقتي اخر 35 ثانية، النتيجة عزيزي المشاهد 32-23، أي فاول على أي فريق برميتين حرتين. الجهاز الفني النادي الأهلي مستر أوجستي بوش، مدير فني أحمد الجرح مدرب عام، رامي الدياصي مدرب، طارق الكابتن طارق الغنام مدير إداري، وليد الخراط إداري، محمد علي مخطط أعمال، دكتور محمد جاي طبيب، علاء لطفي محلل الأداء، محمد عيسى مدلك، حامد الكاس مهمات. وعزت هيفتح لعيبه النادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم، كابتن احمد حمدي سبرين انكل، وان شاء الله خلال اسبوع هيكون عامل الملاعب. سلامات، وادي خطا شخصي على ابراهيم الجمال، خطا شخصي اعتقد هنا على النادي الاهلي، خطا شخصي على النادي الاهلي، رميه وحيازه، خطأ شخصي، خطأ فني، خطأ فني على النادي الاهلي. اعتقد يعني في اثناء التايم اوت كان في تحذير من كابتن ايه لابراهيم الجمال. خطأ فني هيشوطوا عزت اللي بينجح، اللي ما نجحش في التسجيل على طول الكرة. ما فيش حيازة هنا. الكرة أهلاوية، ضغط نادي الجيش، كريم حاتم هيعدي بالملعب للجمال، لكريم حاتم تاني، خد السكرين
من سيف، سلم لسيف حلو قوي في البيك اند رول، طلع عليه يوسف، يوسف لكريم لكن ما يلحقهاش، امسكها بس يا كريم، بس كده امسكها كده عشان ما ايه ما يحصلش هجمه علينا. خلاص هتحاسبت باك زون علينا. خلاص تفكير كويس من كريم. 14 ثانيه 32 23 14 ثانيه وخمس اجزاء من الثانيه. عايزين المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ابراهيم هشام لسه معاه الكوره للدياسي، لابراهيم تاني للدياسي اللي هوش ووصل، لكن خطا شخصي على عمرو علاء، خطا شخصي على عمرو علاء زهران، بيعتذر له جدا. مفيش حاجه، اتنين لعيبه جمال. ورميتين حرتين لشريف الدياستي. 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. حوار دائر كده ما بين كابتن وائل صبحي وشريف الدياستي. حوار باسم وهادي. وفي حوار تاني ما بين كابتن آية وابراهيم الجمال. وادي شريف الدياستي ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. ما زالت النتيجة 32-24 والرمية الحرة التانية ما بنجحش في التسجيل. يلم يوسف على طول، حلو قوي، يسيطر عليها تاني، لكن محمد عزت بيقف ويشوط 3 بوينت وتأتي معها انتهاء أحداث الفترة الثانية والكوارتر الثاني بتقدم النادي الأهلي 32-24. أعزائي المشاهدين، فترة استراحة ما بين شوطي المباراة على أن نعود إليكم مرة أخرى في أحداث الكوارتر الثالث. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد والأعزاء ضيوفه الكرام كابتن سلعوة وكابتن طاهر رجب، إليكم الميكروفون. الشكر والتقدير لي الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكباتن كابتن محمد السلعاوي وكابتن طاهر رجب، للي ما كانش معانا في احداث الفتره الاولى والثانيه. انتهت احداث الفتره الثانيه 32-24 لصالح النادي الاهلي، تالق فيها النادي الاهلي، والاحداث الفتره الاولى انتهت بنتيجه 15-3 لصالح النادي الاهلي. ثواني ونبدأ أحداث المباراة. أفكر حضراتكم تاني بتشكيل النادي الأهلي. كريم حاتم، بودي حسام، إبراهيم الجمال، عبد الله ناصر، مؤمن طارق خيري، عمرو علاء، أبو النصر، مالك أبو الفتوح، مروان سرحان، سيف صلاح، سيف سمير، يوسف حامد، والقيادة الفنية للكابتن أو مستر أوجستي بوش. أما نادي الجيش فالقيادة الفنية للكابتن طارق خيري، محمد فؤاد، محمد يحيى منصور، هادي أسامة، معتز مشعل، زياد دهشان، إبراهيم هشام، القوصي، عاصم قاسم، محمد عزت، أحمد علي برغوتة، محمود رمضان، شريف الدياستي. ده تشكيل نادي الجيش. تاني أقول لحضراتكم تاني نظام البطولة. هي البطولة مكونة من مجموعتين. المجموعة الأولى حضراتكم اللي احنا فيها هي الأهلي والجيش والاتصالات ومصر البترول والقاهرة. المجموعة الثانية هي الجزيرة والشمس ومصر التأمين والكهرباء. اللي يتأهل الأول هنا وأول هنا ينتظر الكروس ما بين الثاني والثالث في كل مجموعة. الثاني في المجموعة الأولى يلاعب الثالث في المجموعة الثانية، والثاني في المجموعة الثانية يلاعب الثالث في المجموعة الأولى، والفائز يلعب مع الأول والأول في سيمي فاينل. تحدد ميعاده في يوم 19/9. اما ده الكروس الاول، عفوا الثاني والثالث هيلعبوا يوم 19/9، وبعدين الدور قبل النهائي في 22/9، اما النهائي 25/9، وفي الغالب هيبقى في استاد القاهره. ده برضو الاسئله الكتير اللي جت على السوشيال ميديا علشان نظام البطوله، لان الناس كان في بعض الناس فاكره ان البطوله وديه، والبعض الاخر قال لك ان الاهلي هيكسب الماتشات دي، هياخد الكاس ودي النهائي، لكن ده نظام البطوله. وبشكر الكابتن حاتم ممدوح رئيس لجنه مسابقات منطقه القاهره على ايضاح وشرح التفاصيل الكامله لهذه البطوله. نرجع بقى للمباراه دلوقتي. خماسي النادي الاهلي بودي حسام، ابو النصر، مالك ياسر، سيف سمير، ابراهيم الجمال. اما خماسي نادي الجيش ابراهيم هشام، محمد عزت، رامي الدياستي او شريف الدياستي عفوا. لكن خلينا نشوف دلوقتي الحزه التبادليه الاهلاويه. وادي ابو النصر
لسيف سمير تحت الباسكت، معاه شريف الدياصي، لف سيف طلع كيك اوت، لمست في اللاعب رقم 13 وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. الجمال واول ثلاثه في احداث الكوارتر الثالث ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول شريف الدياصي لابراهيم هشام، لشريف تاني لابراهيم هشام، لا والله سلم لعزت، عزت ولوسي ودياصي وابراهيم هشام، وادي عزت وتراي على الباسكت، لكن خطا شخصي يرتكبه معاه سيف سمير ورميتين حرتين محمد عزت على التنفيذ الرميتين الحرتين. 32-24، 9 دقائق 26 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. لم ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. إن شاء الله المباراة القادمة للنادي الأهلي هيبقى السبت هيبقى باي أو راحة، أما المباراة يوم الاثنين مع الاتصالات يوم 13/9. يلم مالك ابو الفتوح اللي بيسلم لبودي حسام وبيجري على الفاست بريك ليه ابو النصر لبودي حسام، لقى الطريق فاضي وصل استخدم جسمه لكن ما نجحش في التسجيل. سيف سمير على التراي على السكند شوت بيحاول ياخدها لكن يلمس الخط وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الجيش. يعني مستر اوجست بوش بيقول لبودي كنت مستعجل شويه. وادي هنا الترابات هتحصل، حاول يخطف ابو النصر من عزت، يسيطر عزت لكن تلمس الكره اللاين وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد للنادي الاهلي. بودي حسام مان تو مان نادي الجيش للجمال، سكيب باس لكن يخطف على طول لكن يسيطر عليها سيف سمير وابو النصر يشوت 3 بوينت ما بنجحش في التسجيل، يحاول تاني على السكند شوت لكن وصي هو اللي يلم، يطلع بالفاست بريك ابراهيم هشام يسلم لعزت، الجمال معاه للدياصي اللي شاط 3 بوينت ما بنجحش في التسجيل، يلم على طول مالك ياسر يطلع من ملعب بودي حسام يبدا هجمته، يسلم لمالك، مالك الناحيه الثانيه للجمال لبودي، بودي وسكرين من مالك، بودي يخترق يسلم لسيف 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، مالك ياسر ابو النصر وقف اوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، الدياصي يلم على طول من الجيش، ثلاث محاولات للنادي الاهلي في هذا الكوارتر 3 بونت ما بينجحوش في التسجيل حتى هذه اللحظات، فاقرب توقف هقول لكم الحوار الدائر في 3 بوينت بين الفرقتين، وادي اول 3 بوينت من محمود رمضان لنادي الجيش، اول ثلاث نقاط بعد دقيقتين بالتمام والكمال في احداث هذا الكوارتر. يتم تسجيلهم من قبل نادي الجيش. 27-32، بودي حسام عايز يرد عليه ما بينجحش في التسجيل، يلم سيف سمير على السكند شوت، يحاول يلعب واحد على واحد مزنوق، وصل نجح في تسجيل نقطتين لكن كابتن تامر يحيى كان له راي اخر وقال لك مخالفه المشي بالكره. عزت بيعدي عزت مع الجمال، عدى خد السكرين لسه الكره معاه للقوسي بيهوش وبيعدي من البوزيشن من الميدل بيوصل وبيعترضوا بخطا شخصي ابراهيم الجمال ورميتين حرتين لصالح نادي الجيش. كده النادي الاهلي في حواره في 3 بوينت مع نادي الجيش في الكوارتر الاول، شاط 8 محاولات على ال 3 بوينت نجح في تسجيل 3، اما نادي الجيش شاط محاولتين نجح في تسجيل واحده، اما نادي الاهلي في الكوارتر الثاني شاط 4 محاولات نجح في تسجيل 2 فقط، اما نادي الجيش 5 محاولات لم ينجح في تسجيل ولا محاوله، وادي القوصي ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى، اما في الكوارتر الثالث حتى هذه اللحظات 4 محاولات للنادي الاهلي على ال 3 بوينت ما نجحش في التسجيل، اما نادي الجيش شاط 2 نجح في تسجيل واحده. ابراهيم هشام يلم هنا في السكند شوت بعد ما جابش القوصي، لسه الكره مع ابراهيم هشام بيقف ويرتكز ويلف لكن يختل توازنه كده وتقع الكره منه وتروح لبودي حسام اللي بيبدا هجمته مستني الجمال، يهدى الجمال يسلم ليه بودي، بودي بيقول زيرو الخطه المتفق عليها،
الجمال فاضي اوبن شوت بعد دبل سكرين والشوت 3 بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل. يلم على طول الدياستي بيسلم ابراهيم هشام. ابراهيم للدياستي للقوصي قرر يشوط شوت 3 بوينت نجح في تسجيل 3 نقاط 6 نقاط سجلهم نادي الجيش حتى هذه اللحظات. ده الفرق الى نقطه والست نقاط من 2 3 بوينت. مالك ياسر لسه الكوره معه. مالك للجمال لمالك سيف سمير بيحاول ياخد بوزيشن خد البوزيشن لكن السكيب باس كانت بعيده ووحشه قوي. يروح الكره على طول لصالح نادي الجيش وتغيير في صفوف النادي الاهلي. سيف سمير ومالك ياسر يخرجوا ينزل عبد الله ناصر ومروان سرحان. سبع نقاط سجلهم نادي الجيش في الكوارتر ده والاهلي لسه ما سجلش ولا حاجه. سبع نقاط 2 3 بوينت واحده فاول شوتنج. شريف الدياستي شريف لسه معاه الكره. شريف يسلم للقوصي اللي شاط 3 بوينت الثانيه لكن ما بنجحش في التسجيل. يلم ابو النصر ويخبط كده الكوره ابو النصر قبل ما تقع منه. خمس محاولات لنادي الجيش على 3 بوينت في هذا الكوارتر نجح في تسجيل اثنين اما الاهلي خمس محاولات لم ينجح في تسجيل ولا ثلاثيه. مروان سرحان تحت الباسكت يجري جثي تعديلات لتوسعه الفارق. عبد الله ناصر 3 بوينت ما بتجيش يلم الدياستي لعزت اللي راح ووصل نجح في تسجيل نقطتين و صفارة يعني نادرا لما تحدث إصابة الكابتن وائل صبحي بشد عضلي في سمانة قدمه اليمنى. سلامات لكابتن وائل والأجهزة الطبية نازلة بتطمن عليه. واحدة من المواقف اللي نادرة ما بتحدث وفي نفس الوقت بتبقى مواقف طريفة لكن في الأول والآخر نتمنى طبعا الشفاء لكل الناس. سلامات كابتن وائل. الجهاز الطبي لنادي الجيش هو يعني وقف الملعب وهو ناحيه نادي الجيش. سلامات اسعافات سريعه كده الكابتن وائل صبحي. 33 عزيزي المشاهد 32 لصالح نادي الجيش. برضو واحده من الحاجات اللي نسيت اقول لكم عليها احمد مهيب خارج القائمه النهارده لاسباب فنيه. يعني اعتقد ان هو مستر اوجستي بيجرب بعض اللاعبين. يا ترى هنا الموقف هيبقى ايه لو لا قدر الله اصابة كابتن وائل صبحي طولت. هنشوف دلوقتي كابتن وائل عبد الحي هو مراقب المباراة. خلاص رجع وتم شفاء الحمد لله كابتن وائل صبحي. سلامات كابتن وائل. كرة أهلاوية 5 دقائق 40 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. بودي حسام للجمال بودي تاني للجمال. حلوة الباصة حلو الدنك حلو الاسيست حلو الباسكت من عبد الله ناصر. دنك لعبد الله ناصر اليو دنك بعد اسيست حلو قوي من ابراهيم الجمال. ابراهيم هشام لسه معاه الكورة يسلم للدياستي تحت الباسكت مع عبد الله ناصر. الشباب والخبرة ارفع ايدك بس يا عبد الله. البلوك حلو قوي منه عبد الله ناصر جرى على طول. ابراهيم الجمال لبودي سكرين لابو النصر بنتريشن ابو النصر اختراقات ابو النصر بشمال ابو النصر ما بنجحش ابو النصر يلم عبد الناصر. يا سلام يا عبد الناصر. عبد الله ناصر ينجح في تسجيل السكند شوت ونقطتين كمان يوسع الفرق 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. القوصي للدياستي. ابراهيم هشام يحاول اخترق يسلم للدياستي اللي بيهوش يطلع للقوصي. القوصي واختراقاته بنتريشن يطلع كيك اوت يخطف في السكه ويقرا على طول ابراهيم الجمال اللي بيوقف ويهدى
يسلم لابو النصر، ابو النصر لبودي العقل المفكر النادي الاهلي، زون ديفنس نادي سبور نادي الجيش، بودي ياخد السكرين من عبد الله ناصر، لسه بودي هتتصرف ازاي يا بودي، سلم لعبد الله مستغل الميس ماتش، عبد الله واحد على واحد يطلع كيك اوت لبودي، يلا يا بودي ثلاث هات بودي، ثلاث هات بودي، بودي حسام ثلاث هاي وتايم اوت على طول يوسع الفارق 39 33 4 دقايق 10 ثواني. كابتن طارق خيري يطلب تايم اوت على طول عشان يوقف تفوق الاهلي، تايم اوت ونشوف التعليمات اللي هتتم وهتتقال ما بين في احداث هذا التايم اوت ونرجع لحضراتكم على طول. تايم اوت ما زالت النتيجه 39 33 نادي الاهلي حتى هذه اللحظات مسجل 7 نقاط، اما نادي الجيش مسجل 9 نقاط. 4 دقائق 10 ثواني عزيزي المشاهد على قناه النادي الاهلي قناتكم المفضله في احداث بطولة أو تمهيدي منطقة القاهرة لموسم 2020 ما بين الأهلي والجيش على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة. هادي أسامة نزل مكان عزت ونفسه ومحمد فؤاد أيضا نزل وخماس الأهلي ما زال كما هو. ضغط النادي الأهلي بريس فول كورت، ابراهيم هشام هيطلع الاوت من الجيش يسلم لهادي اسامه مع بودي حسام يجيله على طول للوصي، اوصي لابراهيم هشام اللي بيعدي من الملعب في 4 ثواني، ابراهيم هشام مع الاوصي، الاوصي ليه شريف الدياصي لكن يرتكب معاه عبد الله ناصر خطا شخصي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. ثلاث اخطاء شخصيه توتال على النادي الاهلي ولا خطا شخصي على نادي الجيش. هادي اسامه ياخد السكرين من الوصي، معاه الوصي تراي على الباسكت يهوش وقف وارتكز وخطا شخصي هنا على في جت في الوش يعني سلامات للوصي، سلامات للوصي وعلى الارض تقريبا الخبطه جت في وجهه، هيخرج الوصي ولا يخرج ابراهيم هشام يعني لسه مش عارفين. انا شايف معتز مشعل هو اللي نازل، ابراهيم خالد محمد القوسي، محمد خالد القوسي خلاص قام بالسلامه الحمد لله. واحمد علي برغوته من نادي الجيش هينزل، هنشوف مين اللي هيخرج دلوقتي كده. القوسي هو اللي خارج ونزل مكانه معتز مشعل، ستة في الملعب، مين اللي خارج؟ ستة في الملعب، شريف الدياصي هو اللي خرج، شريف الدياصي هو اللي خرج ومعتز مشعل هو اللي هيشوط رميتين الحرتين بدل من محمد القوسي أو محمد خالد القوسي. وادي الرمية الحرة الأولى معتز مشعل ما بينجحش في التسجيل، 3 دقايق 50 ثانية 39 33 ومعتز مشعل الرمية الحرة الثانية ينجح أيضا ينجح في التسجيل. بودي حسام عدى بالملعب بدأ هجمته وسلم لأبو النصر والهاند أوف مع أبو النصر، لأبو النصر تاني الناحية الثانية وسكرين من عبد الله ناصر، عدى أبو النصر بكروس أوفر حلو لكن هنا في خطأ شخصي على معتز مشعل رقم 10 وأوت سايد لصالح نادي الأهلي، اوتسايد لصالح النادي الاهلي.
في اعتراض مستر الحوار الدائر ان اللقطه اللي كان فيها بودي حسام مع هادي اسامه تمام، اعترض هادي اسامه بودي حسام بخطا يعني، يعني طرقعت الايد كانت مسموعه، ده الحوار اللي دائر. وهنا اعتراض مستر اوجست بوش على الحكام وقال له يعني، وهما بيتكلموا مع بعض مع كابتن وائل صبح، قال له الناس بره سمعتها. لم يعجب الكلام لكابتن وائل صبحي، فكابتن وائل صبحي قرر معاقبته بخطا فني. ده اللي حصل. تكنيكال فاول، وتكنيكال فاول تاني كابتن ايه خالد، يعني انا مش عارف بقى، يعني تكنيكال فاول على مين بقى، انا مش عارف يعني. اتنين تكنيكال فاول وبتقول مستر اوجست تطلع بره، فانا مش عارف هي يعني هي ادت تكنيكال فاول ليه، انا مش عارف يعني. هو الراجل كان بيكلم كابتن وائل صبحي، هي اللي دخلها في الموضوع، بس ده اللي انا عايز اعرفه. يعني مستر اوجست بوش سابها وما اتكلمش معاها خلاص، يعني خد بعضه وطلع بره. يعني مش عارف بصراحة. مش عارف يعني ايه لازمة التكنيكال فاول التاني، بصراحة مش لاقيله حاجة يعني. عامة خلينا في الملعب، محمد فؤاد ينجح في تسجيل الأولى. اتنين تكنيكال فاول، وادي التانية والحيازة لنادي الجيش. حتى في كلام دائر ما بين كابتن احمد الجرحي وكابتن هيا خالد، يعني مش عارف يعني. قرارات التحكيم دي انا ما اقدرش اتكلم فيها لان مش ضليع في القانون زي حكامنا الافاضل. عامة نرجع للمباراة، ابو النصر خروج مستر اوجست بوش باتنين تكنيكال فاول واستوجب خروجه من الملعب. 3 بوينت للنادي الاهلي ما بتجيش على طول، تراعي على الباسكت يلم على طول. بودي حسام هجمه، وقف استنى اللي قاطع، سلم الناحيه الثانيه لابو النصر، عبد الله النصر تحت الباسكت لمروان سرحان، بيحاول يعدي مروان، تتدع منه لكن توصل لبودي حسام في اخر 10 ثواني من زمن الهجمه. بودي و 3 بوينت بودي ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول. هنا بقى في صفاره كابتن وائل صبحي، تكنيكال فاول الثالث بقى لمين يا كابتن وائل؟ حط الصفاره في جيبه. في ايه بقى؟ يعني مش عارف ايه، في صفاره خلاص ماشي. ما سبب الصفاره؟ هل لاصابه كابتن وائل صبحي، مش هيقدر يكمل كابتن وائل صبحي. كابتن وائل صبحي مش هيقدر يكمل، هيتم تغييره على طول. هيتم تغيير كابتن وائل صبحي لان هو شد، يعني واضح ان الشد بقى اقوى. تايم اوت خلاص، طلبوا الحكام لحين نزول الحكم البديل على بال ما يغير. كابتن وائل صبحي سلامات كابتن وائل، بغض النظر عن اي شيء برضو في الاول والاخر يعني حكامنا وليهم تقدير طبعا، الف مليون سلام عليه وعلى اي حد وعلى كل لاعيبتنا وكل حكامنا. سلامات، تايم اوت طلبوا الحكام عشان الحكم اللي هينزل مكان كابتن وائل صبحي يجهز، يعني على بال ما يجهز يعني. هو فعلا جهز خلاص اهو. وكابتن دكتور هيثم راح له يطمن عليه. يعني مستر اوجست بوش واقف في الطرقه للي بيسال، هو مش متواجد حتى في المدرجات، هو واقف في الطرقه المؤديه للملعب اعتقد، يعني ان هو لسه ما ظهرش لغايه دلوقتي. عامه خلاص انتهى التايم اوت اللي طلبه الحكام لتبديل كابتن وائل صبحي. سلامات كابتن وائل. الكرة لنادي، الكرة أهلاوية. صح تمام، يبقى كرة من صالح نادي الجيش. نزل مؤمن طارق خيري، ضغط نادي الأهلي من أول ملعب. كابتن جرحي هو اللي قام بعمل المدير الفني دلوقتي
بدل من مستر اوجستي بوش. عاصم قاسم دقيقتين 40 ثانيه على 45 ثانيه على انتهاء الكورتر الثالث. احمد علي لهادي اسامه وخطا شخصي على بودي حسام. خطا شخصي لبودي حسام على بودي حسام. اربع اخطاء شخصيه على نادي الاهلي وخطا وحيد على نادي الجيش. 39-36 وهنا الحكم ترابيس حكام بتقول رميتين حرتين. هادي أسامة على التنفيذ رميتين الحرتين. نجح في تسجيل رمي الحرة الأولى. سبع محاولات نادي الجيش، نجح في تسجيل خمسة، وادي المحاولة الثامنة ما نجحش في التسجيل. يلم مروان سرحان على طول من النادي الأهلي، يسلم لبودي حسام، بودي لمروان، لبودي تاني، بودي حسام لسه مع لسه معاه الكورة، يسلم لمؤمن طارق. خمس ثواني على 24، مؤمن طارق والثري بوينت. اوه بالفيد اواي مؤمن طارق خيري، مؤمن طارق خيري ينزل وينجح في تسجيل ثلاث نقاط، ثلاث نقاط للنادي الاهلي يعدل بيهم النتيجه لخمس نقاط. 37-42 احمد علي من نادي الجيش لمحمد فؤاد، لسه فؤاد معاه الكوره، يسلم لبرغوته معاه عبد الله ناصر، ارفع ايدك بس يا عبد الله. هادي اسامه اخر ثلاث ثواني على 24، هادي وصل ما نجحش في التسجيل، خلاص لما عبد الله يسلم لبودي ويبدا الهجمه بالفص بريك لمؤمن طارق خيري، الثانيه معقول الثانيه هارد لك يا مؤمن، يلم على طول ابو النصر يخبطها في هادي اسامه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رقم تسعه من نادي الجيش، تكنيكال فاول رميه وحيازه، هادي اسامه البلتاجي تكنيكال فاول على رقم تسعه. تغيير في صفوف النادي الاهلي، سيف سمير هينزل وهنشوف هيخرج مين. هخرج عبد الله ناصر اللي قدم مباراه كويسه جدا. مروان سرحان ما بينجحش في تسجيل رمي الحره الاولى. وتغيير تاني في صفوف نادي الجيش، خرج هادي اسامه ونزل محمد عزت. اوتسايد اهلاوي بودي حسام. 37-42 لصالح النادي الاهلي. مؤمن طارق لسيف سمير، سيف لمؤمن تاني، لا الطريق فاضي، حلوه الباصه لسيف، سجل سيف في نقطتين على الفارق الى سبع نقاط. 44-37 دقيقه 25 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ابراهيم هشام لسه الكره معاه، ابراهيم وصل طلع كيك اوت لفؤاد، فؤاد وقف ميديم شوت طلع كيك اوت لعزت اللي بيحاول يخترق، يسلم لابراهيم هشام مستني السكرين من احمد علي، يقف بالفيد اواي والتوش وميديم شوت ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول سيف سمير اللي بيسلم لبودي حسام، بودي يطلع بالملعب، بودي لسه، بودي ليه ابو النصر سلم لسيف سمير تحت الباسكت، بيلعب واحد على واحد مع احمد علي مش سايبه، والسيمي هوك الشهير بتاع سيف ما بتجيش، بيحاول عليها تاني، يلم ابراهيم هشام من نادي الجيش يجري بملعبه يبدا هجمته، استنى بودي وقف وعطل الهجمه، برافو يا بودي، زون ديفنس النادي الاهلي. محمد فؤاد شوت 3 بوينت نجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح النادي نادي الجيش، وادي خطا شخصي على محمد عزت لصالح النادي الاهلي. تسع محاولات 3 بوينت للنادي الاهلي في احداث هذا الكوارتر، نجح في تسجيل اثنين. خرج ابراهيم هشام من نادي الجيش ونزل منصور، اما نادي الجيش ست محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل ثلاثه. نرجع للمباراه على طول، مؤمن خيري تخبط فيه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الجيش. منصور عدى منصور لسه ما عداش،
سلم لقاسم، عاصم قاسم لعزت، يطلع لمحمد فؤاد لمنصور اللي شاط 3 بوينت ما بنجحش في تسجيل، لما مروان سرحان على طول يشوط في الثانية الأخيرة لكن ما بينجحش في انه يسجل، وتأتي مع أحداث صافرة انتهاء الكوارتر الثالث بتقدم النادي الأهلي 44-40. ومن ضمن أحداث هذا الكوارتر حصول مستر أوجست بوش على خطأين فنيين وخروجه خارج الملعب. دقيقتين هي الراحة المقررة عزيزي المشاهد، ونرجع لحضراتكم بعد خماس النادي الأهلي في أحداث الكوارتر الرابع. سيف سمير، مروان سرحان، عمرو زهران الجمال، وبودي حسام، ده خماس النادي الأهلي. أما خماس نادي الجيش، عاصم قاسم، أحمد علي برغوطة، منصور ومحمد عزت ومحمد فؤاد، والنتيجة 4 نقاط صالح النادي الأهلي 44-40. ثواني ونبدأ أحداث الفترة الرابعة والأخيرة، والحيازة لنادي الجيش. منصور لأحمد علي، لكن خطأ شخصي على سيف سمير، وأنا مش عارف يعني، أنا عمري بصراحة ما اتكلمت على الحكم حتى لو القرار مش عاجبني، فأنا هترك التقدير للي بيفهموا في التحكيم أكتر مني. عاصم قاسم لمنصور ليه محمد فؤاد اللي بيشوط 3 اول 3 نقاط ما بيجيش في تسجيل، سلم عمرو على طول، وادي خطا شخصي على منصور، اول اخطاء احداث الكوارتر الرابع، ورميتين حرتين لعمرو علاء الزهران. عمرو على تنفيذ الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل، وعمرو على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاها السكند شوت، نجح فعلا انه ياخدها، لكن طلع وطلب بالهدوء ويبدا الهجمه من اول وجديد. برافو عمرو. وادي بودي حسام مع فؤاد، بودي تتخطف من بودي، توصل عاصم قاسم، يسلم ليه عزت، عزت بياخد الكرة ويروح، لكن تتقطع منه او تقع منه وبتروح اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 45-40، 9 دقائق 17 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. عزيزي المشاهد، الاهلي والجيش من صالة الامير عبد الله الفيصل في تمهيدي دوري او بطولة منطقة القاهرة. بودي حسام دبل سكرين عشان يستلم الجمال، استلم الجمال لمروان سرحان اللي بيهوش وبيحاول اخترق، يطلع الجمال تاني، هوش حلو قوي الجمال، والبيز لاين هناك لبودي حسام. بودي حسام عبد الرحمن حسام، اول 3 نقاط يفتتحهم في احداث هذا الكوارتر. محمد فؤاد تقع منه وبتطلع اوت سايد، 48-40 لصالح النادي الاهلي. بودي حسام مع عزت، سلم للجمال، طلب سكرين من سيف، جاله سيف، سلم لعمر، سكيب باس ولا من الناحيه الثانيه، وهنا في ايه؟ هنا في خطا شخصي على احمد علي برغوثه، خطا شخصي على احمد علي برغوثه لاعب نادي الجيش. اوتسايد اهلاوي، عمرو زهران حاول يلعب واحد على واحد، وصل واخترق فعلا، حلو الاسيست، حلو الدنك من عمرو زهران لسيف سمير، دنك ولا اروع ولا اجمل ولا احلى لصالح النادي الاهلي. واحده من الالعاب اللي بتتلعب وبيحبها الجمهور. عاصم قاسم مع مروان سرحان، تراي على الباسكت عاصم لكن ما بينجحش في التسجيل، وتخبط في ايد مروان سرحان وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الجيش. 3 تغييرات في صفوف نادي الجيش، هينزل معتز عكاش، معتز عفوا مشعل والقوصي وشريف الدياستي بدل من منصور واحمد علي ومحمد فؤاد.
اوتسايد معتز مشعل للدياستي لمعتز تاني ليسلم للدياستي تحت الباسكت غابة من الطوال بيحاول كده عليها لكن ما بنجحش في تسجيلها يسلم على طول بودي حسام عدى بودي دبل سكرين لمين لجمال عدى الجمال لقى الطريق فاضي علق الكورة لكن تلف كده حوالين الحلقة وما بتجيش يلم على طول نادي الجيش تروح ليه معتز مشعل معتز لسه معتز مع الكورة خد السكرين من دياستي بيحاول يخترق بيوصل ينجح في تسجيل نقطتين تروح الكورة أهلاوية 50-42 7 دقايق 19 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة بودي حسام لسه بودي للجمال لسيف سمير للجمال وهاخد سكرين من سيف عدى الجمال سلم في البيز لاين لمروان سرحان اللي شاط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل وخطأ شخصي على بودي حسام يرتكبه أمام محمد عزت اللي بيستدعي على طول سلامات لمحمد عزت لا ده على الجمال عفوا الجمال يستدعي جهاز الطب دخول الملعب على طول سلامات لمحمد عزت دكتور بيطمن عليه قام الحمد لله يعني الإصابة في الوجه سلامات ليه طبعا نزل مكانه إبراهيم هشام ونبدأ المباراة 7 دقايق وثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة 50 الأهلي 42 الجيش الأهلي زون ديفنس إبراهيم هشام منزل مؤمن طارق خيري مكان بودي حسام وأبو النصر مكان الجمال وخطأ شخصي يعني تقدر تقول إيه ما أعرفش جه منين يعني التلاتة اللي تحت الباسكت أبو النصر وسيف سمير ومروان سرحان التلاتة واقفين رافعين إيديهم هو الراجل دخل ما بينهم الحكم حسب فاول يعني ما الجريمة لا أعرف يعني يمكن هم عشان وقفوا صح مثلا يمكن وقفوا دفنس صح فتحسب فاول جايز عاصم قاسم هيشوط رميتين الحرتين نجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى عاصم وادي الرمية الحرة الثانية عاصم قاسم نجح أيضا في التسجيل مؤمن طارق عدى مؤمن بسرعته المعهودة وصل لكن اتزنق هنا ومعرفش يطلع الكورة اتخطفت منه وتروح لمعتز مشعل على طول واحد على واحد يرد على طول ويصلح الخطأ عمرو علاء وخطأ شخصي على معتز مشعل اوتسايد لصالح النادي الاهلي 50-44 ست نقاط فارق لصالح النادي الاهلي والخطأ الشخصي الخامس على معتز مشعل لاعب نادي الجيش يبقى كده بودي حسام خرج لانه ممكن يكون عنده 4 اخطاء شخصية نزل هادي أسامة مكان معتز مشعل وسلامات طبعا لمحمد عزت لاعب نادي الجيش اللي اتخبط في وجهه كده ضغط من نادي الجيش على طول يفك الضغط على طول ابو النصر بريس وبيطلع قبل الثمان ثواني لعمرو علاء اللي بيوصل والباسكت لكن ما بينجحش في التسجيل على طول يلم عاصم قاسم يطلع ليه ابراهيم هشام بياخد الكره على طول من غير دربلها وبيوصل وبينجح في تسجيل نقطتين 6 دقايق 10 ثواني التايم اوت يطلبه الكابتن احمد الجرحي لتصحيح اوضاع الفريق وتوسيع الفارق بعد ما كان 6 نقاط بقى 4 نقاط 50-46 3 دقايق 6 دقايق 11 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الرابع والمباراه 3 اخطاء شخصيه هنا 3 اخطاء شخصيه هنا احصائيات سريعه كده في احداث هذه المباراه الثلاث نقاط او 3 بوينت النادي الاهلي
شاط محاولتين نجح في تسجيل واحدة، أما نادي الجيش محاولة وحيدة على 3 بوينت لم ينجح في تسجيلها. أما في الفاول شوتين نادي الجيش محاولتين على الفري ثرو أو الفاول شوتين نجح فيهم، أما النادي الأهلي محاولة وحيدة ونجح فيها. نسيبكم مع التعليمات مع الكابتن احمد الجرح ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. نتحرك بسرعه بسرعه، احنا ما اتمرناش على زون، بس هنلعب دقيقتين حتى زون شويه وهقلب تاني. اللين اللي فوق واحد على الكوره انا بلعب اكس 2. الراجل ده عمل بصل هنا لماذا؟ شفت ما يرجعش يا هادي، لو رجع هرجع يا عاصم خلاص. مش هو المفروض التراب، احنا قلنا في شفت عاصم جه راح راجع من عليك تاني، لو ما رجعش خلاص كان اكسل اوسي في الدياستر. خلص التايم اوت اللي طلبه الكابتن احمد الجرحي، وخماسي الاهلي عمرو علاء زهران، عبد الله ناصر، مروان سرحان، ابو النصر، عمرو جندي، خماسي الجيش، عاصم قاسم، هادي اسامه، الوسي دياستي، وابراهيم هشام، وكره اهلاويه، والضغط من نادي الجيش. مؤمن خيري يسلم ليه عمرو علاء، عد عمرو تتقطع في السكه، ابراهيم هشام يخطف يعمل الستيل، يحاول مع عمرو زهران ياخدها تاني، لكن ابراهيم هشام بيوصل تراي على الباسكت، ما بتجيش، توصل لعمرو عمرو علاء، عمرو وتراي على الباسكت، لكن خطا شخصي على شريف الدياستي يستوجب معاها رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. خمس دقايق 52 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة 50-46. عمرو علاء على تنفيذ الرمية الحرة الأولى لم ينجح في التسجيل. والرمية الحرة الثانية نجح في التسجيل. هادي أسامة من نادي الجيش عدى زون ديفنس النادي الأهلي للوصي. هادي أسامة، إبراهيم هشام، بساط سريعة، لسه هادي معاه الكورة، يسلم للدياسي اللي بيخرج تاني لإبراهيم هشام، بيخش ويطلع ليه الدياسي اللي وقف وهوش على انه يشوط. عاصم قاسم على هاي بوست لابراهيم هشام في اخر ثانيتين، ميديم شوت شوت، لكن اير بول، تروح الكره على طول اهلاويه لابو النصر، عبد الله ناصر لعمرو عمرو علاء، ابو النصر تاني، مروان سرحان مستني بالسكرين، عدى ابو النصر 10 ثواني على زمن الهجمه لعبد الله ناصر، لابو النصر تاني تتخطف منه. هنا بقى الخطا الشخصي بقى على مين؟ على مين؟ الحوار الموجود محمد ابو النصر بيقول لها انا، وفاول على ابو النصر، احمد الجرح بيقول له معلش خليها عليك انت. بودي حسام هينزل، هيخرج مؤمن طارق خيري، واوت سايد لنادي الجيش. اربع اخطاء هنا، اربع اخطاء هنا. الوصي من الجيش يخطف عبد الله، يسيطر على كورته، بودي حسام بيطالب بهدوء ويبدا الهجمه، ويبص الكابتن احمد الجرح، ابو النصر سكرين، لسه شوت 3 بوينت ما نجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الجيش. هادي اسامه، وادي خطا شخصي على عمرو علاء، ورميتين حرتين لصالح نادي الجيش. 46 51 4 دقائق 36 ثانية، مؤمن خيري هينزل ويخرج عمرو زهران. هادي أسامة ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. والرمية الحرة الثانية هادي أسامة ينجح في التسجيل أيضا. يضغط نادي الجيش. هادي أسامة وبودي حسام. يخطف هادي، يعمل الستيل، يوصل ويسجل نقطتين.
ده الفارق الى 3 نقاط 51-48. يحاول يخطف تاني لكن عدى المره دي. هنا في مش عارف بقى هنا في ايه بصراحه. وادي خطا ان سبورتسمان لايك فاول يحتسبه الكابتن تامر. في يعني اعتراضات من هنا ومن هنا ان سبورتسمان لايك فاول على ابو النصر. ان سبورتسمان لايك فاول على ابو النصر. ثمانية واربعين واحد وخمسين اربع دقائق 19 ثانية. ما زال الحديث زائر على قرارات الحكام. ان سبورتسمان لايك فاول على النادي الاهلي على التنفيذ. هيشوط رميتين وحيازه الوصي لاعب نادي الجيش. وادي الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. والرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل. خمسه فاول على مين بقى؟ على ابو النصر. خمس اخطاء شخصيه على ابو النصر. خمس اخطاء شخصيه على ابو النصر. عمرو علاء بديل ابو النصر في النزول. مان تو مان النادي الاهلي. لسه الكرة مع نادي الجيش. عاصم قاسم لمحمد فؤاد اللي نزل. وقف شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. يلم ادي اسامه. يحاول يخترق من البيز لاين لكن يرجع تاني يسلم لمحمد فؤاد. ليه هادي اسامه لفؤاد اللي بيقف وشوط اي حاجه في اخر ثانيه على طول. هنا فاول وخطا شخصي على شريف الدياسط. اخشى يعني فقد السيطره يعني مش لاقي لها جمله ثانيه غير كده. اخشى فقد السيطره على المباراه. يعني الاعصاب متوتره. 52 الجيش 51 الاهلي. 3 دقائق 53 ثانيه. سيف سمير هيغير ومروان سرحان على تنفيذ الرميتين الحرتين. والرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل يجيب التعادل معاها. والرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. تغيير في صفوف الاهلي والجيش. الجمال وسيف سمير بدل من عبد الله ناصر ومؤمن طارق خيري. محمد فؤاد خرج من الجيش ونزل محمد عزت. يخرج سيف تاني وينزل عبد الله. هو في ايه تاني؟ في رميتين حرتين تاني. في رميتين حرتين تاني. ما مش عارف يمكن الاولين بقى تكنيكال فاول او حاجه. عبد الله ناصر الشوط الاولى ما نجحش في التسجيل. يعني مش عارف القرار ده ايه بصراحه عشان مش عارف بصراحه. عامه خلينا في المباراه. وادي الرميه الحره الثانيه ما نجحش في التسجيل. كابتن ايه خالد بيطالب باعاده الرميه الاضافيه الرميه الحره الثانيه. يعني لو رجعنا بالذاكره كده هي الخطا الشخصي كان على شريف الدياسطي. هل هو كان خطا وخطا عليه هديه؟ مش عارف. عبد الله ناصر ما بينجحش في التسجيل. يحاول مع عمرو علاء لكن تروح ليه؟ هادي اسامه لعزت لهادي تاني. لسه الكره مع هادي اسامه.
يسلم لعزت ياخد السكرين لكن عدم البيز لاين يسلم يقطع على طول مروان سرحان اللي بيطلع فص بريك حلو قوي لعمرو الجن علاء وينجح في تسجيل نقطتين عمرو علاء بفص بريك حلو قوي يعدل النتيجه 3 نقاط لصالح النادي الاهلي 55 52 3 دقائق 25 ثانيه على انتهاء احداث الكوره الرابعه والمباراه. هادي اسامه وقف ميديم شوت شوت نجح في التسجيل يضيق الفرق الى نقطه بودي حسام على طول يجري يقف ويهدى على ملعبه يبدا الهجمه بودي لسه بودي مع عزت للجمال اللي نزل ياخد السكرين من عبد الله ناصر قرر يخترق سلم لعبد الله قتله حلو عبد الله دنك يا عبد الله لا هاردك يا عبد الله ولا يهمك ما جاش الدنك يا عبد الله ولا يهمك هارد لك هادي اسامه هنا صفاره ولا ايه انا مش عارف في ايه النهارده يا جماعه بصراحه انا مش عارف يعني الهجمه رايحه خلاص عبد الله خرج نزل سيف سمير سيف سمير عبد الله يعني اللعيبه خلاص بتقول له ولا يهمك وكابتن احمد الجرح بيتكلم معاه خارج متاثر جدا انه ضيع الدنك لكن معلش عبد الله ولا يهمك مفيش مشكله خالص بتحصل مع احسن لعيبه بيهديه لعيب واعد طيب الحكم ترابيزه الحكام وقفت المباراه في حاجة في 24 ثانية في حاجة في 24 ثانية ثانيتين ايه بقى مش عارف القرار ايه طيب هنشوف انا بحاول استشف ايه اللي بيحصل يعني خلاص هنبدا عادي 22 ثانيه على زمن الهجمه هنلعب عادي جدا وقفت ليه الصفاره يعني وقف ليه الملعب ما اعرفش هادي اسامه يقلب للشريف الدياصي شريف معاه سيف عدى سيمي هوك استعمل لوحه ما جاتش يلم سيف سمير يطلع على طول لبودي حسام جرع على الفص بريك مروان سرحان وباسكت لمروان سرحان باسكت مروان سرحان يوسع الفارق الى 3 نقاط 54 57 دقيقتين 25 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوره الرابعه والمباراه هادي اسامه وستري بوينت هادي ما بيرجعش في التسجيل يلم على الديفنسيف ريباوند سيف سمير يسلم للجمال يهدى بملعبه دقيقتين 10 15 ثانيه ليه الزنقه دي؟ ليه الزنقه دي؟ هنا في فاول خطا شخصي على محمد عزت لصالح بودي ورميتين حرتين لبودي حسام تغيير في صفوف نادي الجيش خرج هادي اسامه ونزل ابراهيم هشام وادي بودي حسام على تنفيذ الرميتين الحرتين لسه النتيجه 57 54 لم ينجح بودي في تسجيل رمي الحره الاولى سبع محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل خمسه وادي المحاوله الثامنه ما نجحش في التسجيل يلم الوصي وابراهيم هشام يضغط النادي الاهلي شريف الدياصي عدى دقيقتين خمس ثواني على الاربعه على انتهاء الكره الرابعه والمباراه لعزت عدى عزت خطا شخصي على عمرو زهران خطا شخصي على عمرو زهران اللي بيعترض ابراهيم عزت في البنتريشن ورميتين حرتين خمسه فاول على عمرو زهران خمس اخطاء شخصيه محمد عزت على تنفيذ الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل
سبع محاولات ايضا نادي الجيش، ودي المحاوله الثامنه، نجح في تسجيل سته حتى هذه اللحظات، ودي الثامنه نجح في تسجيل سبعه. يضيق الفارق الى باسكت 55-57. يضغط عزت على بودي حسام وخطا شخصي على عزت ورميتين حرتين لبودي، ركز بقى فيهم يا بودي وهات الرميتين الحرتين دول. كريم حاتم بيسخن رميتين حرتين وخمس اخطاء شخصيه يرتكبها عزت ويطلع خارج المباراه. خمس اخطاء شخصيه على محمد عزت. ورميتين حرتين لبودي حسام، عبد الرحمن حسام رميتين حرتين. دقيقة 55 ثانية 57-55 لصالح النادي الأهلي. وادي بودي حسام ينجح بودي حسام حتى هو مستغرب. بودي حسام ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. وادي الرمية الحرة الثانية ما بينجحش في تسجيل. مروان سرحان يلم وهو أوت أوف بالانس ينجح في تسجيل تراي على الباسكت، ينجح في تسجيل نقطتين. الكرة مع نادي الجيش. مؤمن خيري نزل مكان عمرو زهران اللي خرج خمسة فاول. كيك اوت للقوصي بيهوش. لسه دفاع قوي من النادي الاهلي. ابراهيم الشام يحاول يوصل الملعب. تراي على الباسكت ما بيجيش. مؤمن خيري يلم. يسلم على طول لبودي حساب. بودي على فاست بريك. مروان سرحان بيوصل لكن بتعمل له بلوك من شريف. ادي قصي. يسلم لابراهيم الشام واحد على واحد. اوه. ومؤمن خيري ما بتجيش، يحاول معاها تاني، يلم سيف سمير يسلم لبودي حسام. كابتن احمد الجرعي بيقول له اهدى 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 هدي وسلم للجمال. دقيقة 10 ثواني. بودي حسام بدأ الهجمة. لسه بودي مستني مؤمن. مؤمن وسكرين مع مروان سرحان. مؤمن قلب الناحية التانية لبودي. يلا يا بودي ثلاثات بودي مش كويسة. يلم على طول نادي الجيش. هادي أسامة وقف. هادي شوت هادي ما بينجحش في التسجيل. سيف سمير يلم لبودي حسام بيطالبوا بالهدوء تاني. 45 ثانية 60-55 على انتهاء احداث الكرة الرابعة. الهدوء مطلوب. بودي حسام لمؤمن خيري. مؤمن خد السكرين من مروان عدى جرب البنتريشن حلو قوي بالتمويه قوي يا ابو يا مؤمن يا خيري. مؤمن خيري شوفوها في الاعادة واتفرجوا على جمالها. راح فيك في حتة الفرقة كلها راحت وراح في المنطقة الفاضية وبشماله ينجح في تسجيل نقطتين على طول. وهلده الكابتن طارق خيري يطلب تايم اوت. شكلك مش هتبات في البيت النهاردة يا مؤمن. 62-55 30 ثانية عزيزي المشاهد بالتمام والكمال على انتهاء احداث هذه المباراة. نسمع التعليمات من الكابتن احمد الجرحي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عايز ستيب مش عايز اعمل بريشر قوي، عايز اكنترول الراجل. انا احسسه ان انا اقفل له الشوطه واقفل له دخله بس في نفس الوقت انا ساكن بنت. انا سوبر ساكن بنت ومان خلاص. كله يحجز بعد الشوطه، محدش يتدخل منه. موت هنا الحته دي موت. اقفل محدش يخش جوه البين. تمام ثانيه لمينا الكوره عادي جود شوت خلاص. اقول له لا نفسه لعيب. انتهى التايم اوت. وزي ما قلنا لحضراتكم مباراه نتوقعها من البدايه مباراه قويه، مباراه حماسيه. فريق الجيش فريق محترم جدا، وفريق النادي الاهلي برغم النقص العددي الا انه شبابه يادون مباراه قويه جدا ومباراه كالكبار. انتهى التايم اوت. خماسي الاهلي مؤمن خيري بودي حسام الجمال مروان سرحان وسيف سمير وكابتن طارق خيري طلب ان الكوره تتلعب من منتصف ملعب النادي الاهلي. اذا فزمن الهجمه هو 14 ثانيه. اما خماسي نادي الجيش شريف الدياصلي ابراهيم هشام محمد فؤاد اللي لسه نازل الوصي وهادي اسامه. اوتسايد للجيش. ابراهيم هشام يسلم ليه
شريف الدياصي اللي اخترق وصل لكن ما بينجحش في التسجيل، وخطا شخصي على مروان سرحان. 25 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. 62 55 عاصم قاسم على التبديل من نادي الجيش. شريف الدياصي في حاجه، سلامات طبعا لشريف الانكل، يعني سلامات طبعا لشريف الدياصي. الحكم بيطمن عليه، هل هيتم تغييره او استدعاء الدكتور او هيكمل؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لسه الحوار داير ما بين الكابتن تامر والكابتن شريف الدياصي. خلاص خد القرار شريف انه مش هيقدر يكمل. سلامات لشريف الدياصي، نزل عاصم قاسم مكانه وتلقى التحيه من كابتن طارق خيري ومن لعيب الاهلي. الف سلامه يا شريف. وادي عاصم قاسم بديلا لشريف الدياصي وعلى الرميتين الحرتين. الرميه الحره الاولى عاصم لم ينجح في التسجيل. وادي الرميه الحره الثانيه عاصم قاسم ينجح في التسجيل. وتايم اوت يطلبه الكابتن احمد الجرحي في اخر 25 ثانيه. كابتن احمد الجرحي يطلب التايم اوت، وهنشوف هيطلب من منتصف ملعبه، هيبدا الهجمه من منتصف الملعب النادي الاهلي عادي وياخد الزام الهجمه 24 ثانيه، ولا هيبقى من منتصف ملعب النادي الجيش وتبقى زمن الهجمه 14 ثانيه. 56 عزيزي المشاهد الجيش، 62 النادي الاهلي، 25 ثانيه نسمع التعليمات نرجع لحضراتكم مره ثانيه. مفيش جاب، يعني الراجل بيعمل، انا واقف ماسك محمود واخد الداون سكرين، انا واقف هنا سويتش بقى كل واحد معاه مان والتاني من تحت، ممكن اخد منها خمس ثواني. مش عايز ممكن تروح لو استلمها فاول، احنا عندنا تايم اوت. سبيد ايدي في الحلقه. يا شباب نفس الكلام تايم اوت طلبه الكابتن احمد الجرحي، وهيبدا الهجمه من نص ملعبه وهياخد زمن الهجمه كامله 24 ثانيه. نفس خماسي النادي الاهلي الجمال مروان سرحان مؤمن خيري بودي حسام سيف سمير، اما خماسي نادي الجيش محمد فؤاد عاصم قاسم هادي اسامه الوصي وابراهيم هشام. ضاغط نادي الجيش من اول ملعب بريس فول كورت مان تو مان، بيحاول اهلي يطلع الكوره، طلع فعلا ابراهيم الجمال لسيف سمير وخطا شخصي على الوصي. خطأ شخصي على الوصي يستوجب معاه رميتين حرتين لسيف سمير. 22 ثانية. رميتين حرتين لسيف سمير. الرمية الحرة الأولى سيف سمير على التنفيذ. ما نجحش في التسجيل، عرض لك يا سيف. وادي الرميه الحره الاولى ما نجحش ايضا في التسجيل، يلم ابراهيم هشام من نادي الجيش، يعدي الملعب. وادي الوصي 3 بوينت ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 3 نقاط على طول. كابتن احمد الجرحي يطلب تايم اوت ثاني بعد ما ده الفرق من 56 62 اصبح 59 62. ماذا سيقول الكابتن احمد الجرحي في هذا التايم اوت؟ تعالوا نسمع مع التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حتى
انتهى التايم اوت اللي طلبه كابتن احمد الجرحي، وكابتن تامر رايح له بيقول له انت هتلعب من انهي نص ملعب؟ 62 الاهلي، 59 الجيش، من نص ملعب نادي الجيش، وزمن الهجمه 14 ثانيه، والمتبقى على المباراه 16 ثانيه وجزئين من الثانيه. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. بودي حسام هيطلع الاوت. سكرينات بتحصل عشان مين اللي يستلم. ابراهيم الجمال استلم وخطأ شخصي وفاول على محمد فؤاد. خطأ شخصي على محمد فؤاد، رميتين حرتين للجمال. الجمال اول رميه حره ينجح في التسجيل، يوسع الفرق الى 4 نقاط، 15 ثانيه وثلاث اجزاء من الثانيه اللي فات ثانيه بالتمام والكمال. الجمال والرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل، وتايم اوت للكابتن طارق خيري. تايم اوت للكابتن طارق خيري. كده هنا وهنا مفيش تايم اوت تاني، 15 ثانية على انتهاء أحداث الكورت الرابع والمباراة، 5 نقاط فارق، وأعتقد يعني مش أعتقد بقى، أنا متأكد إن هو هيطلب إنه يتلعب من نص ملعب النادي الأهلي، مع شوف يعني ترايل الأكيدة إنه هيلعب على الثلاثة بونت. تعال نسمع التعليمات ونرجع تاني. انتهى التايم اوت اللي طلبه كابتن طارق خيري. خماسي الاهلي ما زال كما هو، حصل تغيير، خرج سيف ونزل مالك ياسر. خماسي الاهلي، الجمال، مؤمن خيري، مالك ياسر، بودي حسام، ومروان سرحان. لسه خماسي الجيش ما شفناهوش. ابراهيم هشام، محمد فؤاد، معتز مشعل، ادي اسامه وعاصم قاسم. هيضغط النادي الاهلي، 15 ثانيه عزيزي المشاهد وثلاث اجزاء من الثانيه، واوتسايد لصالح نادي الجيش. اوتسايد، استلم على طول الوسي تحت الباسكت مع مروان سرحان، بيلعب وحده على واحد. مروان سرحان رفع ايده كويس قوي، سلم لعاصم قاسم. عاصم معاه بلوك حلو قوي من مالك ياسر اللي بيسلم ليه. خطا يعني، هنا في فاول على مؤمن خيري، اعترض لاعب الجيش هادي اسامه وهو بيشوط 3 نقاط، وخطا شخصي وتنفيذ 3 رميات حره لصالح نادي الجيش. على تنفيذ هادي اسامه هو اللي هينفذ او هيشوط 3 رميات حره. هادي اسامه، الرميه الحره الاولى هادي ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 4 نقاط، فاضل بالظبط 2:09 من الثانية، والرمية الحرة الثانية ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 3 نقاط. تفكير كابتن طارق خير هنا، اللي هيستلم الكرة حد معين ما بيجيبش عشان الفاول شوت، لا خبطها غير ودى الكرة أي حاجة. مروان سرحان بذكاء شديد جدا، وانتهت أحداث المباراة
ما بين النادي الاهلي ونادي الجيش بفوز النادي الاهلي على نادي الجيش 64-61. اعزائي المشاهدين، ارجو ان تكون قد استمتعتم بالمباراه. انا نلتقي بكم ان شاء الله في مباريات قادمه. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، ارجو ان اكون قد استمتعتم باحداث المباراه. زميل العزيز كابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن سلعوه وكابتن طاهر رجب، اليكم.